والله يا فندم انت فاهمني غلط. انا كل اللي يهمني اني اقف جنبيها واحميها. هو معقول الانسان يشوف انسانه تعيسه وحزينه ويا عيني عندها 2 مليون جنيه ولا يحاولش يبعد عنها احزانها؟ طيب ابعد عني بقى. اي خدمه يا فندم؟ خد الدوسيه ده وشوف شغلك. هشوف شغلي. تتصوري صورته، كلامه، رقته، هو مش كده يا سامي يا امار؟ الخالق الناطق هو. ليه ما سبتنيش اقعد معاه؟ كان عندي كلام كتير عايزه اقوله. لو كنت سبتك دقيقه واحده كنت رميتي نفسك في حضنه، عشان كده نهيت القعده. وتفضلي بقى. عبدو أفندي، لو معاك 2 مليون جنيه تعمل بيهم ايه؟ 2 مليون جنيه؟ الواحد يعمل بيهم حاجات كتير قوي. زي ايه؟ اول حاجة اجيب كيلو كباب. كيلو كباب؟ ادي مليون. طب والباقي؟ وبطل شرب ميه واشرب 7 أب على طول. يا رايق انت. طب روح هات لي علبه سجاير كبيره على الحساب. 2 مليون جنيه. فين دلوقتي؟ ابدا هروح. على فكره انت حالتك دي مش عجباني، ما تيجي تقعدي عندي الليله دي. انا اصلي حاسه اني تعبانه، هروح اخد مناوم وانام على طول. طب تصبحي على خير. انت من اهلي. ارجع على مكتب المحامي تاني يا استاذ ابراهيم. حاضر يا استاذ. هتستنى هنا شوية يا استاذ ابراهيم. حاضر يا ستيان. اطلع على البيت يا استاذ ابراهيم.
عندي لساتك ساعتين. مش خارجة، خد أجازة. شكرا ستان. أهلا وسهلا ستان. سعيدة يا بيت. حضر لك السفرة يا ستان. مليش نفس. اخصى عليك يا سامية، هانت عليك عشرتنا، لحقت تلبسي على العيم لون. العزفة يا حبيبي. انت تعلمين انني احبك انت وليس هي، ولا بد من وضع حد لهذا الوضع المؤلم. سألتقي بها الليلة خارج المنزل، وسأشرح لها الموضوع كله بكل صراحة، وأطلقها وأدفع لها التعويض المناسب، ثم نتزوج يا حياتي. غلطتك يا حسن، غلطتك يا حبيبي، كان لازم تقول إن شاء الله. وإن شاء الله العريس ده مريش. بالعكس، مرتبه 45 جنيه، لكن ربنا مبارك فيهم. مش زيك. و بيشتغل ايه؟ مدير مخازن وعنده 3 عمارات، وهيكتب منهم واحدة باسمي. والاتنين اللي فاضلين؟ واحدة باسم مراته الأولانية وواحدة باسم مراته التانية. ألف مبروك يا حبيبتي. بس أول ما يتقفش اتصلي بيا فورا عشان أترافع عنه، ووديكم انتوا الاتنين في داهية.